نظمت مبادرة الخير يجمعنا إفطارا جماعيا في حديقة مرج الحمام لعدد من الأيتام السوريين المقيمين في المنطقة، وتخلل الفعالية نشاطات ترفيهية قام بها متطوعون من أبناء المجتمع المحلي اشتملت على الرسم على الوجوه وألعاب ترفيهية ومسرحية وأناشيد دينية. وستقوم المبادرة خلال الشهر الفضيل بإقامة عدد من الإفطارات للأيتام وتوفير بعض الاحتياجات لهم مثل مستلزمات الدراسة.